أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الأحد 15/1/2017، وإليكم صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى وجود تشكيلات من السحب على مناطق متفرقة من الدولة. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ تواجد امتداد منخفض جوي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي من الغرب. تصاحب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر، تتحول إلى جنوبية شرقية في المساء والليل. والطقس غائم جزئيا بوجه عام، وتخف سرعة الرياح الشمالية الغربية لتكون معتدلة مساء وتزداد رطوبة نسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. الساحلية تتراوح العظمى ما بين 23 إلى 26 درجة مئوية، والصغرى ما بين 12 إلى 17 درجة مئوية. أما الداخلية تتراوح العظمى ما بين 24 إلى 27 درجة مئوية، والصغرى ما بين 8 إلى 14 درجة مئوية. وأخيرا الجبلية تتراوح العظمى ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية، والصغرى ما بين 5 إلى 9 درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون مضطرب صباحا يصبح متوسط ظهرا. أما الحال في بحر عمان متوسط يضطرب أحيانا. طقس الغد غائما جزئيا، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة. دمتم في حفظ الله ورعايته.